حقيقي قسما بالله العظيم خبر حقيقي. واذا مو مصدقيني سألوا مهرجان المميزون برمضان. وسؤال ثالث انا هني 100% معاك. سؤال ثالث في مسلسل الجليب نسمع ام سعد تقول ان سعد صار له 5 أشهر غايب ونشوف الام راحت البحر بمناسبه انتهاء العده ونسمعها تقول حق ولدها بعدين رجع مرتك لان العده لان عدتها للحين ما خلصت. نسال المؤلفه حياه الفهد في هذا المسلسل عده المراه كم بالضبط؟ تكلمنا امس هذا كله قاعد نتكلم عنه. وسؤال رابع الخبر يقول شاركت لا هذا مو عن مسلسل كويتي منو لا مو مسلسل كويتي لا كافي تقيل على مرام منو لحظه منو كونفشس في احد مشاهد مسلسل فرصه ثانيه تقول مرام حق خالد امين استهزاء بحاله لا يكون انت كونفشس وانا ما ادري اي اوكي لحظه انا بصراحه استغربت ما عرفت منو كونفشس هذا اللي تقصده بما ان الحوار اللي كان يدور بين الشخصين يحمل افكار فلسفيه من خلال شخصية خالد أمين استنتجت بأن مرام تقصد الحكيم والفيلسوف الصيني الشهير كونفوشيوس. طبعاً بعدين كاتب ثقيل على مرام بالمناسبة أقطع إيدي إذا وداد الكواري كاتبة اسم الفيلسوف بالشكل اللي انطقت فيه مرام اسمه العلمي بمدى ثقافتها واطلاعها وقراءاتها لكن اسمه أكيد كان ثقيل على لسان مرام وهذا دليل كبير أن فنانيننا صيني اسمه كونفوشيوس يعني ما لهم لا في القراءة ولا غيره. فودات كواري شكو فرصة ثانية هي اللي كاتبة هي الكاتبة صباح الخير أنت ملكة الأسود. إنزين لا استغربت لأن أنا ما قرأت من المؤلف بس أدري الإخراج لأنه يعني لا الإخراج بس صح ورث وورث أكيد وداد يعني منو بيسوي ورث هبة حمادة كاملة بس لحظة إنزين. لحظة كونفوشيوس اسم صيني كونفوشيوس وما حد فيهم يفكر انه يقرا ويطور ويثقف نفسه لحظة طبعا هذه ازمه لحظة هو شنو اصله شنو هذا صيني عائلة اسمه كونفو لا الكونفو اصلها كوري مو صيني اي انزين والمصيبه انه ماكو احد باللوكيشن صحح اسم ابو الفلاسفه حق مرام عشان تنتقى بشكل صحيح بعدين كاتب اخ يا قلبي وبالمناسبه ايضا اذا مرام مو قادره تنطق اسم الفيلسوف ربما لقله الثقافه عيال شو نقول عن الممثله الشابه صمود اللي قالت في لقاء لها مع الزميله الراي انها ما تعرف الاسماء التاليه فهد بورسلي محمود درويش مارسيل خليفه وموليير وتشي جيفارا والمصيبه انها ما تعرف من مؤلف مسرحيه حلم ليله صيف ولا ماذا قدم مارلون براندو والمصيبه الاكبر انها ما تدري وين يسوون مهرجان الاوسكار او كان معقوله صمود ما حد يعرف وين ما حد يعرف وين سووا اوسكار يعني الاوسكار الاوسكار ما حد يدري وين يصير علامة تعجب نقول ايه بعدين او مهرجان كان اي والله قسما بالله ممثلة وما تدري وين يقام الاوسكار ولا مهرجان كان يا شطورة مهرجان من كان في مدينة كان على جريدة الراي يسوون يعني اسئلة مع الفنانين معلومات عامة انزين في شغلة في شغلة فرنسا في شغلة صايرة الحين بالكويت وتأكدت منها من بنات خالتي ان الحين صايرة موضة جديدة بين البنات كثر ما كنتي غبية كثر ما كنتي بوبيلر زياده وتنحبين زياده وتلعبين دور الغبيه يعني يستانسون مثلا انه شلون جيسيكا سيمبسون قبل كانت تلعب دور الغبيه اللي هي ما تعرف شيء على اساس انها تكون مغريه كذي عرفتوا؟ يعني ستايل البلوندي هذه الدام كذي اللي ما تفهم شيء اللي طالع مثلا التونه تقول شنو هذا ولا طالع البيبسي تقول من شنو مصنوع ولا اوكي انا ارد واقول لك ايش دعوه فالظاهر انعدوا يعني الممثلات ايش دعوه؟ يقول في مهرجان طبعا هذا توبك حق بطبيله كاتب ايش دعوه؟ في مهرجان المميزون نجد ان باسم عبد الامير اخذ جوائز عديده وهو وعياله باسم اخذ جائزه افضل منتج وجائزه افضل مسلسل متكامل مناصفه بين الملكه وابو كريم وولده فهد اخذ جائزه افضل ممثل واعد وطلال باسم عبد الامير اخذ جائزه تشجيعيه ايش دعوه؟ صدق انها عائله فنيه زين كان الخدامه بعد اخذت جائزه يقول صدق انها عائله فنيه اخاف الخدامه بعد الخدامه ما كذا هي اللي بالمسلسل تقول الخدامه هذه الخدامه لكشمي اللي بساهر الليل هي نفسها اللي بنات الثانويه هذه صدق خدامه ناجحه صدق تعرف تمثل هي خدامه صدق بس خلص تدرون ليش اختفت؟ هذه عقوبة 3 سنين تصير نجمة مسلسلات المميزون ما كرموا الاسخلة ترى علشان كذي اختفت والله العظيم الاسخلة احسن من غيرها امس قريت تعليق حق بطبيلة انه ماخذ تعليق واحدة بتويتر سأل باسم عبد الامير اذا عيالك ناجحين او لا فاليوم باسم عبد الامير راد على بطبيلة وكاتب له انه الاستاذ العزيز بطبيلة كل عام وانت بخير وانا من اشد المعجبين بطرحك واسلوبك واتمنى لك التوفيق اما بخصوص تعليق الاخت فلانة الفلانية عن عيالي فهم ولله الحمد ناجحين ومعدلهم ممتاز بالدراسة والشهادات موجودة في أي وقت للاطلاع عليها وهم نموذج للطلبة. انزين هذا الرد الحلو والجميل
والراقي، ليش ما رده باسم عبد الامير على الصحفي لما صار بينه وبين اتصال سارة الليل؟ سارة الليل نجم. ليش ما رد؟ هذاك موضوع ثاني، بدل هذاك موضوع ثاني. هذاك كان موضوع عن شو اسمه، عن القصة نفسها وعن الانتاج نفسه وعن وايد حكي، بس ما صغر فيه، قال انت منو تاريخك شنو يلي جاي تتكلم يعني فقد اعصابه هناك الفنان طبعا باسم عبد الامير والمنتج بعد. بس احنا ما كنا نحب نشوف او نسمع نشوف هذا الشيء بين الصحفي، ان الصحفي كان وايد اهدى، كان وايد ماخذها بريلاكس وشي قاعد يتكلم انت شو فيك معصب. إيه؟ والفنان يعني اللي انا ما عجبني ان انت شنو تاريخك الفني، بالنهايه ترى كلنا واحد. خلص لا بس خلص بطبيلة. خلصنا بطبيله. بما ان خلص بطبيله خلينا ندش على مسلسلاتنا. يلا. عندنا ساهر الليل. طبعا ساهر الليل في صار تطورات وايد حلوه اليوم، كسر خاطري عبود ابو شهري وايد صراحه. سمعت البدليه اليوم عبد الله ابو شهري قالها، شفتي شنو يوم سمعت البدليه اللي قالها حق هي عبد السلام؟ هي منك المال ومنا العيال. انزين شلون منا العيال؟ لأن شوفي لا. منا صيغه الجمع منا نحن. لا هي رايحه قالت ان انا خطبت وما شنو، كان يقول لها يلا الله يوفقك منك المال ومنا العيال. اي فهو عبالها ما ترقع. اي بس هي يعني علبنا، يمكن علبنا هي بنت فلوس وهذا. إيه؟ فيقر لها يعني يلا منك المال ومن العيال. طبعا هو يكسر الخاطر، قالت له كلام مفروض ما ينقال يعني. هي على كلامها ان كل ما ترد حق بنت عمتها صمود مها تقول لها انا بس حبيت اجربه اشوفه على الاقل ابي يقول لي خلاص يا امتحانات يعني 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 الريال صار له سنتين بعد مو سنه بالمسلسل، سنتين وهو يموت فيها. لا سنه قال لها بنكمل سنه واخطبك انت الحين ما تبين. انزين فبعدين عندك شو اسمه عبود طبعا قالت له انت ما عندك فلوس وانت فيك القلب وانت يعني طلعت فيه مليون عيب وهو السباي توه شباب. هذه شغله اللي اقوى بالموضوع اللي انا فيه طبعا خطا اليوم انا صدته يعني هذا صراحه هذا اللي ما ينغفر له. الخطا الكبير بالموضوع انه يا جماعه تذكرون المسجله اللي قلت لكم عنها ببدايه المسلسل اللي تخلي عبود يسمع الصوت من اخر الدنيا؟ زين هذه المسجله الحين انت صرتي بنت ناس اغنياء. احنا ليش ما علقنا على السيايير؟ لان السيايير موديلها ان هي على وقتها كانت شيء وستايل وهذا، لكن مسجله معقوله يا جماعه؟ مسجله من يعني من هي فقيره عندها المسجله هذه اغتنت وصارت فلوس وعندهم فلوس في مسجلات يعني تتطور على اكثر من كذي. مسجله هي نفسها اللي عندها بالغرفه وهم لجنات يعني إيه؟ محمد يعني هذا غلط غلط غلط. اللي غربني انه لما باعوا البيت اللي قاعده بالبيت هي نفسها استغربت من الشيء هذا. هي نفسها حاطه مسجل فهو نفسه قاعد يسمعها بنفس الصوت. يعني معقول ان الغرفه هذه فيها مضخمات او شيء كذا؟ يعني عندنا قام اقول لك انا هذا الموضوع اللي هو فيه اخطاء وما يعني احنا كل ما نقول ان ساهر الليل ما في اخطاء لانه صدقه لا نسبه مشاهده ولا نسبه متابعه وهذا، بس هذه 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 مشكله كبيره. انزين شو اسمه وعلي انزين وعندنا وعلي ومرته ومها الحين وايد قاموا يتصيرون يعني قام وايد تصير في بينهم مشاكل. انزين واليوم حاط لها ورده لانه كله يزعلها، يوم حاط لها اسف علي ورده واسف عند الباب. طبعا هذه استانست. بعدها بشوي راح نزل وقعد وياها يقص سلطه خيار وما شنو ايش يسوون وهذا. هذا اللي هو منو؟ اللي هو فؤاد علي. فؤاد علي طول المسلسل كل ما يسوي لها شيء يقول ويا انا سويت. انزين يعني فكر قبل لا تسوي الشيء يعني علشان توفر على كلمه ويا انا سويت. انا بفهم شنو هالخيانات الزوجيه اللي قاعدين يعرضونها بمسلسلاتنا الدراميه. انه من ما رجع لغير رحاني. وهو طبعا نواف وهو للحين ما في خيانه يعني 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 علي ما قاعد يخون. شنو اللي ما في خيانه؟ شوف يعني للحين ما قاعد يخون مرته وهو عادي يعني بنت عمه. لا لا صح لان امس راح وقال حق صمود قال لها ترى انا للحين ما ادري شنو مشاعري تجاهك، بس انا اللي اعرف ان انا اعزك. بس انا ما ادري اذا الكلام اللي بالمطبخ قلته صدق ولا لا. محمد لاحظت لجنات البنات؟ ايش فيهم؟ كلهم شانيل. كلهم ده مسلسل جليب جنطه تلفي. اي بس يعني اوكي صح ان هي هذه الجنطه كانت موجوده على حقبه ساهر الليل 2 بس كلهم مالت الثمانينات. بس ايش دعوه كلهم كانوا قادرين يشترون هالجنطه؟ الفقير والغني والمتوسط يمكن على قولة نواف كانت يعني حتى على ايام قبل كانت الجنطه يعني يلبسونها مثلا ناس معينه، عرفت؟ صاير بساهر الليل كلهم نفس الجنطه نفس الحين التقليد والاصلي كله بتاع كله كمل درجه. انا اللي كسر خاطري بصراحه
انزين واوجه له احلى تحيه التركماني عبد الله التركماني. عبد الله التركماني انا بس اسميه التركماني لان كافي التركماني كافي. اليوم كان في لقاء وياه بمارينا وايد عاجبني انت صعدتي رصيف ودشيتي فيني. اسمع اسمع دام عشان لا انسى لان بسرعه انسى. يلا قبلها تنسى. كان في لقاء مع اي كان في معاك سمعت نص المقابله بعدين دشيت البيت ما مداني اسمع. كان الفنان القدير تركماني مع حبيبتي هند البلوشي اللي صدق انا اشوفها فنانه على قولتكم حياه الفهد 2. كانت مرامي جاي بالطريق فما لحقت اني اسمع. قاعد يقول تركماني يوم سالوه انه ليش مرتك كذي سوت مشن اللي هي مرام قاعد يقول لانه يعني اول القصه كنا قايلين ان احنا في بيننا حب كبير 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 وحب قديم وانه كان يقولها انا احبك من اول ما يعني من اول ما طلعتي على الدنيا لما كان عندك عن قوسين وكنت تبوقين الصمون وما ادري شنو فبينهم علاقه قديمه وحب قوي. قاعد يقول قبل كان الحب اصلي. المذيع محمد نوجه له تحيه ما ادري محمد شنو مال البرنامج الديوانيه كنا اي بالديوانيه فقاعد يقول صدق يعني كان هذا قبل حب اصلي خالد الانصاري محمد مال انا قاعد افكر محمد غشي على العموم هو الديوانيه عشان بس اصحح لك معلومه الديوانيه خالد الانصاري محمد دغيشم خالد امين كلهم لحظه الديوانيه شوفي خالد الانصاري وطلال الياقوت طلال الياقوت من زمان هذا اي بس انه هم دائما من العوايد يعني اذا كان في محمد وهذا يسوون خلطه يجون دائما يعني تجي الصبح يمرون يدشون عادي بالديوانيه ويسولفون اي لان اليوم كان على مرينا بس انه ما يعني بس هو مخصص الحين حق خالد الانصاري وخالد امين تحيه حقكم كلكم تحيه حقكم كلكم يعني انا ما احفظ اساميكم فقاعد يقول انه كان بيننا حب قديم قبل وان انا كنت احبها وهي كانت تحبني من زمان فلان هي يعني من كثر ما هي يعني تعبت وانصدمت من المرض لان دش المرض علي فجاه فمو عارفه شنو تسوي لان قبل كان عندنا الحب هذا الاصلي انه كذي قاعد يصير صدق يعني قبل كان الحب من قلب يعني انها تتحمل ما تتحمل فسووا ان هي من اي كانوا يسمونه حب على ايام قبل الحب الاصلي هم قاعد يقولون فعشان كذي هي يعني قامت مشاعرها مو عارفه شنو تسوي فقاعده تبكي وحتى لما قامت يعني تغار عليه وايد وتخاف عليه وقبل ما كان في قاعد يقولون على ايام تليفونات وحتى بيجر وان هذا تقعد على قولتها انت بلوشي تقعد تعضعض بصابعها لين يرجع البيت. الحين شنو صار؟ تدق 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 واذا ما رد تروح المكان اللي هو فيه وتعفس عليه الدنيا. فقبل غير والحين غير. وتركماني قاعد يقول انه يعني انا وايد حبيت الدور انه هو وايد حب الدور وانه قال لك انه انت كررت او ما كررت فقاعد يقول بالعكس يعني هذا شيء وايد حلو وصدق مرام بدعت بالدور يعني قدرت انها تجيد الدور. وهند البلوشي تحكت عن الجليب لان دش دزل لهم مسج سالوهم خلي سالفه الجليب لما نرد حق الجليب اوكي انا بتكلم عن التركماني جاد الدور يعني 100% هذا الشيء لو شيء ثاني كاميرا اجادت الدور شيء وايد حلو اللي سوته بس انا قاعد سائل اذا انا خلينا ناخذها عمليه عكسيه انا احب وحده اموت بوحده وصار فيها مرض الرعاش انزين تتوقعون اذا انا ميت فيها لهالدرجه راح اخليها مستحيل راح اخليها اكيد طبعا راح اقف معاها لو كانت مو كذي حتى لو كانت مشلوله هني وقتها يبين محبتي لها بس نواف انت تابعت المسلسل عدل انه لدرجه ان انت تدري مرام ليش قامت تنغث من تركماني بالدور لا لان ملت من امه ومنه ايه فصار شنو عندها صار عندها الحمل وايد يا جماعه فهي هني قاعد يبين لك ان اذا هي كانت زينه تغيرت عملية إن طريقتها واليوم حتى سار منصور قاعد يقول حق الأم إن أنت حسي فيها أنت يومين ما تحملت شفتي اليوم يوم زهرة الخرجي الفنان زهرة الخرجي قامت تحاول تحلق حق ولدها قاعد يراونك إن الأم لا عتشد يعني إن خلاص أنا ما أقدر أتعامل قعدت كذي قاعد تسوي أظافرها شفت تخيل قاعد تسوي أظافرها قاعد يقول لها يما أبيك تلبسيني دشداش عشان أبي أطلع بروح هذا ها قاعد أسوي أظافري وما شنو ما أبيهم يختربون قاعد تقول حق أخته قوم شو اسمه قومي بدلي له هدومه قومي بدلي له هدومه قومي بدلي له هدومه اوه يما مو شايفتني متابع المسلسل يعني شوف لاي درجه يعني اقرب الناس له ما قاعد يتابعونه صح اكيد كلامك صح حمود بس انا قاعد اقول لو كذي انا راح اتمسك فيها لاخر رمق على قولتهم اخر لحظه اي بس خلونا الحين ناخذ فاصل صغير ونرجع في عندنا وايد حكي عن المسلسلات هلا والله هلا والله شباب بنات ردينا لكم من بعد الفاصل طبعا كنا الفاصل طول ايوه ما حسيت انه طول ولا احنا كنا ساكتين لا لا صدق ترى الفاصل كنا طاخين على فكره يعني اول فاصل انطخ اول فاصل انطخ طبعا نواف دششوا علي جولين بفريق محمد اللي هو كان قاعد جول جول
جول واحد؟ اوكي مبروك على الخسارة. لا للحين ما خسرنا، النواف قال لي بعد البرنامج اعوضك الخسارة. زين كم يوم ندش الجليب؟ على العموم نبي ندش بالجليب عشان بعد تقولين السيجمنت اللي سمعتي. اليوم عندنا طبعا المسلسل صراحة يعني وهو يعني في اكشن الحين بتدور، لما طالع الجليب ودك بس تنطر متى تعرف منه اللي مات. في اكشن.